بارك الله فيكم. قاضي، هنا سؤال يسأل يقول هو من طلابكم، يقول هل قرأتم على طلابكم كل كتب الشوكاني؟ وكم قد درستم مرة في كتاب سيل الجرار ونيل الأوطار والدراري وغير ذلك؟ ما مش الجملة هذا، قريت نيل الأوطار مرة أو مرة في مسجد الفليحي وفي جامع الزبيري؟ وفي الزبيري قريته أيضا من أول إلى آخرة. ما شاء الله. والسيل الجرار قريته بعض منه في الفليحي، وأكثر قريته من أول إلى آخرة إلا جزء من وسطه في الزبيري. في الزبيري. ما هي نتيجة؟ والله هذا هو سؤال، يقول لي شيء الذي يفيده، ما يقول إذا اختلف أخبرونا أي مؤلفات الشوكاني المتقدمة وأي المتأخرة، لأجل إذا تعارضت أقوال الشوكاني نعرف أي هو القديم وأي هو الجديد، ونعرف أي هو الناسخ وأي هو المنسوخ. صحيح. الأولاني يقول هكذا، فأجوب له أن من مؤلفاته القديمة كتاب نيل الأوطار، فهو أول مؤلف. ومن مؤلفاته أول مؤلفاته الكبار، وبعده كتاب وابل الغمام. هذا ألف من السنة السابعة إلى السنة التاسعة، سنة 1207 إلى سنة 1209، وبعد كتاب وابل الغمام سنة 1213، فهو بعده. فإذا تعارض كلام ما بين نيل الأوطار وابل الغمام فنعمل بما في وابل الغمام لأنه متأخر في الكتب الطويلة. نعم. ثم بعد ذلك كتاب فتح القدير في التفسير. نعم. بعد في سنة 1223 و24 و25، ثم بعد ذلك الترر البهية والتراري المضية في حوالي سنة 1220. أما آخر مؤلفاتها الكبار وكتاب السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهر، صنفه قبل موته بخمس عشر سنة. صحيح. سنة 1235. فإذا تعارضت أقواله في مؤلفاته فالعمل على ما في السيل الجرار، لأنه القول الأخير، القول الجديد، القول الناسخ لما قبله. هكذا ينبغي أن يسأل.